بسم الله الرحمن الرحيم. سمعت الان تقيوا احد الاخوه الكرام لاسم الكريم صالح الهندسي. الاخ صالح، ما شعورك ان تصل لهذا المكان؟ جدا روعه. بماذا يتميز الخليج الحلو هذا؟ والخليج اللي هناك، نعم، والمناظر الاخوه اللي يقولوا فيها هنا بس ما قدرنا ندخلها. اللي هي مال المقابر والذي ما نعرف اذا نوصلها ولا لا. نعم، بس مكان مميز يعني مغلق. على خليج. جميل. مكان مغلق. رسالتك نصيحتك لمن جاتي الى هنا؟ مره ومرتين وثلاثه، لكن بماذا تنصحه؟ يعني إذا الحذر طبعا على المنحدرات والمرتفعات هذه، وطبعا لازم شويه ماي شويه اشياء يجيها معه. يعني خفايف على اساس الطاقه، يعني طاقه. نعم، اي، لان الرجوع بعد يحتاج شويه جهد. نعم، سرعت بالحديث اليك. الله يسلمك. بارك الله فيك وفقك الله.